يحتاجون إلى خارطة طريق. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل وشيحة. إخوانا أبويا أمي حرمونا الله يحرمكم. حماس ترفض أي تهدئة إنسانية جديدة لتحقق انسحاب الدبابات الإسرائيلية وعودة النازحين. حيريح الشعب الطرابلسي من الظلم ومن التعتير ومن الوساء. ارتياح لدى اللبنانيين بعد إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع. عمليات البحث عن جثث ضحايا الطائرة الجزائرية مستمرة ولبنان يستنجد بفرنسا. صباح الخير. في غزة رفضت حماس أي تهدئة إنسانية لا تحقق انسحاب الدبابات الإسرائيلية وعودة النازحين إلى بيوتهم. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 1049 و6000 جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 8 تموز، في حين اعترف الجيش الإسرائيلي مساء أمس بمقتل جنديين جديدين، ليصل عدد الجنود القتلى على مدار الساعات 24 الأخيرة إلى 4. وكانت الهدنة الإنسانية التي عاشتها غزة أمس كشفت حجم إجرام آلة القتل الإسرائيلية. أحياء كاملة مدمرة تدميرا شاملا، ورائحة الموت تفوح من تحت أنقاض المباني. وافقت إسرائيل على تمديد الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار في غزة 4 ساعات إضافية بعد الدعوات التي أطلقت من باريس. هدنة اليوم سمحت لفرق الدفاع المدني بانتشال أكثر من 150 جثة من تحت أنقاض المنازل المدمرة، الأمر الذي يرفع عدد الشهداء إلى أكثر من 1000. الساعات الأولى للتهدئة الإنسانية كشفت هول المأساة والدمار الذي تعرضت له الأحياء السكنية في القطاع، لا سيما حي الشجاعية الذي بدا وكأن زلزالا ضرب المنطقة. المنازل تحولت إلى كومة من الحجارة والجثث المتحللة والمحترقة في كل مكان. الدمار الذي لحق بالحي لا يمكن للعين أن تصدقه. ومع دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، لوحظت حركة نشطة من السيارات والسكان في شوارع غزة، كما فتحت البنوك والعديد من المحال التجارية أبوابها. آلة الإجرام الإسرائيلية وقبيل بدء الهدنة ألهبت الأحياء السكنية في غزة بقصف هو الأعنف، كما ارتكبت مجزرة في خان يونس أدت إلى استشهاد 20 شخصا من عائلة واحدة، إضافة إلى عدد كبير من الإصابات معظمهم من النساء والأطفال، في وقت كثفت المدفعية الإسرائيلية قصفها لبلدة بيت حنون والشجاعية شمال القطاع. قوات الاحتلال وبالرغم من الهدنة واصلت تدمير الأنفاق التي تم اكتشافها في القطاع، كما اعتقلت العشرات من سكان بلدة الخزاعة حاولوا العودة إلى منازلهم مانعة طواقم الإسعاف من دخول البلدة لإجلاء الشهداء والجرحى، في وقت اعترف ناطق عسكري بمقتل 3 جنود، ما يرفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 37، إضافة إلى 100 الجرحى. الضفة الغربية التي شهدت احتجاجات واسعة ضد العدوان الإسرائيلي على غزة شيعت جثامين الشهداء الذين سقطوا خلال المواجهات وسط حال من التوتر الشديد. واحتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة، تظاهر الآلاف في ميدان التايمز بنيويورك منددين بالعدوان الإسرائيلي وبالصمت الدولي، وشاركت مجموعات يهودية في التظاهرة التي لاقت دعما من المارة الأمريكيين ومواطني الدول الأخرى. دعا وزراء خارجية 7 دول شاركوا في اجتماع باريس حول غزة إلى تمديد الهدنة الإنسانية. في إطار الجهود الدبلوماسية الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ نحو 3 أسابيع، احتضنت فرنسا اجتماعا دوليا ضم وزير الخارجية الأمريكية جون كيري ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وقطر والاتحاد الأوروبي. وزير الخارجية الفرنسي لورون فابوس دعا خلال الاجتماع كل الأطراف إلى تمديد وقف إطلاق النار الإنساني. من جهة أخرى استدعت الخارجية
الخارجية المصرية القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة، وأعربت عن بالغ استنكارها للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان وما تضمنته من إساءة لشخص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإصدار أحكام مطلقة لا دليل عليها. وأكدت الخارجية أن هذا التدخل في شؤون البلاد غير مقبول ومرفوض شكلا وموضوعا، وتمثل إمعانا في تجاهل حقائق التاريخ ودور مصر القومي ومواقفها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهي مواقف لا تقبل المزايدة. تزامنا أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن الحل الوحيد الذي يضمن عدم تكرار العدوان الإسرائيلي مع وحشيته وهمجيته هو حل سياسي والعودة إلى مفاوضات سياسية شاملة وجادة تفضي إلى إيقاف قامت الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني. وفي بيروت نجح المجلس النيابي بعقد جلسة تضامنية مع غزة ومسيحي الموصل بعدما عجز عن عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد بفعل تعطيل النصب. التضامن مع غزة ومسيحي الموصل وحد جميع الكتل النيابية التي قاطع بعضها وما زال جلسات انتخاب رئيس للجمهورية. 79 نائبا كانوا في قاعة المجلس، تناوب على الكلام رؤساء الكتل وجلس مستمعا ممثلو الأحزاب والفصائل الفلسطينية يترأسهم السفير الفلسطيني أشرف دبور. النائب ميشيل عون كان أول المتحدثين، تلاه الرئيس فؤاد السنيورة، ثم النواب ميشيل موسى ومروان فارس وعلي فياض وغازي العريدي وجورج عدوان دوري شمعون وعماد الحوت، قبل أن تختتم المداخلات بكلمة رئيس الحكومة تمام سلام. جميع الكلمات أدانت العدوان على غزة وتهجير المسيحيين من العراق، داعية الأسرة الدولية والمجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء العنف. المسيحيين ليسوا طارئين على هذه الأرض، لهم ملحها وأهلها تماما كما هم المسلمون. أغتنم هذه المناسبة لأناشد جميع القوى السياسية والنواب الكرام بذل الجهود لإيجاد حل لمسألة الشغور في موقع الرئاسة والمسارعة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية. إن المفارقة المؤلمة التي نجد أنفسنا في مواجهتها في العالم العربي، أن شعبنا العربي في فلسطين يتعرض للإبادة والقتل على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما جهودنا وانتباهنا يتشتت في أكثر من اتجاه بسبب مشكلاتنا المنتشرة في أكثر من مكان عربي، وعلى وجه الخصوص في العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان وغيرها. وفي ختام الجلسة ألقى الرئيس نبيه بري توصيات المجلس النيابي، يدعو إلى اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى محاكمة المسؤولين الإسرائيليين كمجرمي حرب يدين الجرائم الإرهابية المتمثلة بعمليات الفرز الديموغرافي والتهجير القسري للمواطنين الأصليين في الموصل. يدعو إلى تحرك دولي فعال لوقف هذه الجريمة الإرهابية المنظمة. الوفد الفلسطيني شكر في كلمة مقتضبة لبنان حكومة ونوابا على هذا الموقف، قائلا إن فلسطين كما هي مجتمعة في الداخل كذلك في الشتات. لا يزال إنجاز إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الموروثة من نظام الوصاية الأمنية السوري يجد صداه الإيجابي لدى أبناء عاصمة الشمال. مع إقرار مجلس الوزراء إلغاء ما يسمى لوائح الاتصال ولوائح الإخضاع، تنفس الكثير من اللبنانيين لما كانت تشكل هذه الوثائق من عبء وسيف مسلط على رقابهم وأحد تركات ثقافة الوصاية. طرابلس أكثر من عانى من هذه اللوائح وبلغ عدد المطلوبين بموجبها الآلاف، ومع إلغائها طوت المدينة ومعها كل لبنان صفحة سوداء من مخلفات زمن الوجود السوري. أنهينا نقطتين أساسيتين هي أسماء لوائح الاتصال، أسماء لوائح الإخضاع. يبقى عندنا سجن الريحانية. قوى الأمن وزير الداخلية وعدني وقوى الأمن وعدتني بإسراع نقل السجناء من الريحانية إلى سجون أخرى لنريح مواطننا، نريح إنساننا ونحمي بلدنا. بأكد تماما أنه لا خوف على الخطة الأمنية بطرابلس، نحمي الخطة الأمنية بطرابلس بعيوننا، نحميها برموش عيوننا وكل الأهالي معنا وكل طرابلسيين معنا. كان المهم أن يكون كل شيء تحت سقف القانون، وهذه قيمة هالشيء، أنا بعتبره إنجاز كبير. نفس الشيء كمان في
الوثيقتين اللي كانت معتمدة من قبل الأمن العام قديمة، طبعا كله هذا موروث يعني مش انه هلا موجود يعني. اما المواطنون فيرون في الخطوة رفعا للظلم، وبنشكر كل من ساهم بهذا الموضوع. يعني تخيل انت 11200 وشي 67 وثيقة، يعني ريح الشعب الطرابلسي من الظلم ومن التعتير ومن هالوثائق اللي كانت بعد الأجهزة الأمنية عم تاخذ طرف لهالأمور. وسائل الاتصال كانت أحسن شغلة عملوها الزعماء على المنطقة على طرابلس، لأنه نحن انظلمنا فيها كتير هيدي. يعني أنا واحد من العلم اللي وسط بالمعارك ونمت بالمستشفى وكان عليه 3-4 وسائل اتصال ظلم. نحن بتشكر كل من ساهم بإزالة هذه الوثائق. رفع اللوائح لا تستفيد منه طرابلس وحدها، بل ومعها الكثير من المواطنين، ولا شك صورة لبنان واحترام حقوق الإنسان فيه. بقيت قضية الطائرة الجزائرية المنكوبة محط اهتمام اللبنانيين الذين فقدوا 19 من أبنائهم فيها. في هذا الإطار وبعد العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة، أشارت باريس إلى أن فرضية سوء الأحوال الجوية تتصدر أسباب تحطم الطائرة، وشكلت وزارة الخارجية اللبنانية وفدا رسميا لمتابعة إجراءات نقل جثامينهم إلى لبنان، ضم ممثلين عن الهيئة العليا للإغاثة والأمن العام. تتواصل عمليات البحث عن جثث ضحايا الطائرة الجزائرية التي سقطت في مالي، بعدما عثرت فرق العمل على صندوق أسود من حطام الطائرة، حيث يتوقع أن يقوم الفريق التقني الفرنسي بالكشف الميداني على مكان سقوطها خلال الساعات المقبلة. بالتوازي يواكب وفد رسمي لبناني شكلته وزارة الدفاع ويضم ممثلين عنها وعن الهيئة العليا للإغاثة والأمن العام إجراءات رفع جثامين اللبنانيين تمهيدا لنقلها إلى لبنان. وفي هذا الإطار اتصل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند طالبا مساعدة بلاده في التعرف على جثث الضحايا اللبنانيين. أولاند أكد لسلام استعداد فرنسا الكامل للمساهمة في تسهيل نقل جثامين الضحايا اللبنانيين بعد ظهور نتائج فحوص الحمض النووي التي تحتاج إلى بضعة أيام. وزير الخارجية جبران باسيل اتصل بنظيره الفرنسي لورون فابيوس، كما أجرى اتصالات مع نظيره المالي ونظيره الجزائري الذي أكد استعداد شركة الطيران الجزائرية تحمل المسؤولية المترتبة عن هذه الفاجعة. بعد الفصل في النشرة، مقتل ابن شقيقة الأمين العام لحزب الله في سوريا. أهلا بكم من جديد. هنأ الرئيس سعد الحريري اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد الفطر المبارك، وسأل الله أن تحل الأعياد المقبلة ويكون لبنان تحت قد تجاوز مرحلة القلق والفراغ في سدة الرئاسة الأولى ونعم بمزيد من الأمن والاستقرار. وأعرب الرئيس الحريري بالمناسبة عن ألمه الشديد لتزامن حلول العيد المبارك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، مؤكدا تضامنه الكامل مع أبناء الشعب الفلسطيني لإنهاء هذا العدوان، وتمنى كذلك أن تتوقف معاناة الشعب السوري جراء ارتكابات وفظائع الجلاد بشار الأسد الدموية، ويتمكن العراق من تجاوز أزماته وإعادة ترسيخ وحدته على أساس الشراكة والتفاعل بين مكوناته جميعا. نوه المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بالموقف والاستقالة لبعض الشخصيات من المجلس المفترض الذي كان عينه مفتي الجمهورية. اطلع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من اللجنة المكلفة بالأعداد لانتخاب مفتن للجمهورية على الجهود الحثيثة التي بذلت من كافة الأطراف لتصحيح المسار في دار الفتوى وتهيئة المناخ لإتمام هذا الاستحقاق في أقرب فرصة يراها رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مناسبة، ليعود لدار الفتوى دورها الإسلامي الجامع والوطني الشامل. موقف المجلس عقب جلسته الطارئة برئاسة نائب رئيس المجلس الوزير السابق عمر مسقاوي في مقره المؤقت في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بمسجد محمد الأمين. تمن المجلس الشرعي عاليا الموقف والاستقالة لبعض الشخصيات من المجلس المفترض الذي عينه مفتي الجمهورية، داعيا بقية الأخوة لاتخاذ قرارهم الإسلامي والوطني والانضمام إلى مسيرة وحدة الموقف الإسلامي ووضع حد نهائي لبوادر التنازع المصطنع الذي يتناقض كليا مع المصلحة الإسلامية والوطنية والدور المعهود لموقع مفتي الجمهورية، وخاصة في هذا الظرف الدقيق
الذي يمر به لبنان والمنطقة العربية. إلى ذلك زار وفد من المجلس الإسلامي الشرعي برئاسة مسقاوي رئيس الحكومة تمام سلام، كما زار رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس نجيب ميقاتي. تسارعت التطورات الأمنية في البقاع الشمالي وتحديدا في جرود بلدة عرسال بعد المعارك التي دارت في الساعات الماضية بين الثوار السوريين من جهة وقوات الأسد ومسلحي حزب الله من جهة ثانية، وقد أفيد عن مقتل ابن شقيقة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. تشهد الحدود اللبنانية الشرقية مع سوريا تصعيدا واسعا في المعارك بين الثوار السوريين من جهة وبين قوات الأسد ومسلحي حزب الله من جهة ثانية، حيث أفيد عن عشرات الإصابات في صفوف الطرفين بينهم ابن شقيقة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ويدعى حمزة ياسين من بلدة العباسية، اعترف الحزب في وقت لاحق بمقتله. وكان الطيران الحربي التابع لبشار الأسد قد شن خلال الساعات الماضية سلسلة غارات على جرود عرسال طاولت مناطق وادي الزمراني والعجرم والرهوي، وأفيد أن الجيش اللبناني تصدى للطيران المغير. وكالة رويترز نقلت عن مصادر أمنية أن الغارة حصلت داخل الأراضي اللبنانية مباشرة في منطقة قاحلة تقع شرق عرسال، وأفاد الناشطون أن الثوار تمكنوا بعد هذه المعارك من استعادة 3 نقاط وتلال استراتيجية في جرود بلدة الفليطة. كشفت مصادر وزارية عن الاستعداد لمعالجة ملف إقامة مخيمات للنازحين السوريين بعد عيد الفطر، وأوضحت المصادر في حديث لصحيفة المستقبل أن هذه المعالجة ستتم من خلال اجتماعات ستعقد خارج إطار الحكومة وتخصص للبحث بهدوء بعيدا من الأضواء من منطلق الحرص على التوصل إلى حلول توافقية تتيح تجنب انعكاس أي خلاف بشأنه على الحكومة وعملها. قرر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور فسخ العقد الموقع بين الوزارة ومستشفى نوفل في بيروت بعدما أظهر الكشف الذي أجرته مديرية العناية الطبية على المستشفى أن المعايير الصحية وشروط النظافة غير متوفرة فيه، وهو بحاجة لعملية إعادة تأهيل شاملة. أملت الهيئات المنتخبة في مؤتمر إنماء بيروت أن تشهد العاصمة انطلاقة خططها الأمنية، مؤكدة دعمها الكامل لقائد شرطة بيروت في قمع المخالفات في الأحياء كافة. شؤون إنمائية وخدماتية تخص العاصمة بحثتها الهيئات المنتخبة في مؤتمر إنماء بيروت التي عقدت اجتماعا موسعا في فندق الريفييرا بحضور منسق عام المؤتمر النائب محمد قباني ممثلا الرئيس سعد الحريري والنائبين عمار حوري وعماد الحوت والوزير السابق حسن السبع ورئيس بلدية بيروت بلال حمد ومحافظ بيروت زياد شبيب وقائد شرطة بيروت العميد عبد الرزاق القواتلي ورئيس اتحاد جمعية العائلات البيروتية فوزي زيدان ومخاتير العاصمة وفعاليات. قباني لفت إلى أن الأزمة الحادة في المياه المتوقعة في الأشهر المقبلة تقتضي من سكان بيروت ترشيد استهلاك المياه في منازلهم، مؤكدا أن وعود 24 ساعة كهرباء هي استعراضات تلفزيونية. من جهته أثنى حوري على التعيينات الإدارية التي حصلت والنجاحات الأمنية التي تحققت منذ تشكيل الحكومة، متمنيا أن تشهد بيروت انطلاقة خطتها الأمنية. بدوره أكد الحوت على التضامن مع مسيحيي العراق مشددا على أننا في لبنان نشكل نموذجا للتعايش. أما القواتلي فأشار إلى أن شرطة بيروت أطلقت خطة لتحرير الشوارع والأرصفة في العاصمة من المخالفات، مشيرا إلى أنه تلقى طلبات بعدم قمعها. ثم فتح باب المداخلات فطالب حمد شرطة بيروت بتطبيق القوانين على كل الأحياء، كما كانت كلمة لشبيب أكد فيها أن العلاقة بين المحافظ ورئيس البلدية ستكون متينة لمصلحة بيروت وأهلها. أما زيدان فأعلن دعمه الكامل لقائد الشرطة في قمع المخالفات. تمكنت فصيلة تفتيشات في سرية مطار رفيق الحرير الدولي من إحباط عملية تهريب كمية من الحبوب المخدرة الكبتاجون قدرت بحوالي 1.5 كيلوغرام، أي ما يفوق 8200 حبة، كانت داخل حقيبة المسافر عين دال وهو سوري الجنسية وينوي تهريبها إلى إحدى الدول العربية. وبعد التحقيق معه في مكتب مكافحة المخدرات تم إماطة اللثام عن 6 شبكات تهريب الكبتاجون تعمل بشكل مستقل ويزيد عدد أعضائها عن 35 شخصا. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل.
ارتفاع عدد قتلى قوات الأسد في الرقة. أهلا بكم من جديد. في مصر قتل 11 مسلحا في اليوم الثاني من العملية التي تقوم بها قوات الأمن في سيناء. وإلى سوريا، حيث سيطر الجيش الحر على سرية لكتائب الأسد في بلدة خطاب بريف حماة، بينما قصف النظام محيط البلدة ببراميل تحتوي على غاز الكلور. في تقدم استراتيجي وتصدي لكتائب الأسد، خاض الجيش السوري الحر معارك عنيفة سيطر خلالها على رحبة خطاب العسكرية بالكامل وعلى مستودعات الذخيرة، ودمر بصواريخ الجراد مبنى قيادة العمليات في مطار حما العسكري. هذا وارتفع عدد القتلى من القوات النظامية الذين سقطوا في هجوم ومعارك مع تنظيم داعش في محافظة الرقة إلى أكثر من 85 خلال يومين، بينما قتل 30 آخرون في كمين نصبه التنظيم لهم في ريف حلب. في هذه الأثناء ألقى طيران النظام براميل متفجرة على أحياء عدة بحلب، ترافق مع اشتباكات عنيفة بين كتائب الأسد والثوار في محيط ساحة الحطب بحلب القديمة. وفي حمص واصلت كتائب الأسد قصفها أحياء الغنطو والرستن والوعر، أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى، وشهدت الجبهة الغربية لمدينة تلبيسة مواجهات عنيفة. إلى ذلك قصفت راجمات النظام أحياء نوى وأنخل والنعيمة في درعا، وتصدى الجيش الحر لمحاولة الشبيحة التقدم باتجاه جبهة جاسم. أبقت السلطات في إقليم كردستان العراق قوات البشمركة في حالة تأهب تحسبا لأي تهديد قادم من تنظيم داعش. بعدما هجر تنظيم داعش المسيحيين في الموصل من ديارهم قصرا وتهديدهم ومنحهم مهلة خير فيها بين اعتناق الإسلام أو دفع الجزية أو حد السيف، استخدم عبواته لتفجير المساجد في المدينة. فالتنظيم الذي يدعي الإسلام استخدم المتفجرات لنسف جامع ومرقد النبي شير في الموصل، والذي يعد من أقدم مساجد المدينة. لم يكتفي التنظيم بهذا القدر من العنف المرفوض من الطوائف كافة، فأقدم على تفجير مسجد النبي جرجس في الموصل أيضا، بعد يوم من تفجيره مسجدا مشهورا يعتقد بأنه يضم ضريح النبي يونس. من جانب آخر، حذر التنظيم نساء مدينة الموصل بالتعرض لأشد العقاب إذا لم يرتدن الحجاب الشرعي الذي يشمل تغطية اليدين والقدمين وارتداء ملابس فضفاضة لا تحدد معالم الجسد، بالإضافة إلى عدم استخدام العطور. وأمر التنظيم نساء الموصل بعدم السير من دون محرم، كما أمر أصحاب المتاجر بتغطية تماثيل العرض البلاستيكية. أمام هذه الوقائع أبقت السلطات في إقليم كردستان العراق قوات البشمركة في حالة تأهب تحسبا لأي تهديد قادم من تنظيم داعش في الموصل. وتم نشو قوات البشمركة وقوى أمنية على طول 1000 كيلومتر، إضافة إلى إقامة نقاط تفتيش على الطرق المؤدية إلى الإقليم الكردي. نصل في الختام إلى التذكير بعناوين النشرة. إخواني راحوا، أبويا وأمي، حرمونا الله يحرمكم. حماس ترفض أي تهدئة إنسانية جديدة لا تحقق انسحاب الدبابات الإسرائيلية وعودة النازحين. ريح الشعب طرابلسي من الظلم ومن التعتير ومن الوسائق. ارتياح لدى اللبنانيين بعد إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع. عمليات البحث عن جثث ضحايا الطائرة الجزائرية مستمرة، ولبنان يستنجد بفرنسا. النشرة الصباحية انتهت، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. اللبنانيون يحتاجون إلى خارطة طريق.